يقول السائل: هل يجوز تخصيص قيام ليلة 27 من رمضان؟ يجوز تخصيصها وتخصيص غيرها، لكن ما يحصل على الأجر الكامل، ما يحصل على الأجر الكامل. وقد لا تكون ليلة القدر هي ليلة 27، قد تكون غيرها من الليالي، فلا يضمن أنك صادفت ليلة القدر. إذا اقتصرت على ليلة واحدة لا يضمن أنك وافقت ليلة القدر. أما لو قمت ليالي رمضان كلها هذا مضمون أنك أدركت ليلة القدر. نعم.